السكشن الأول هنتكلم عن احتياطات الأمن والسلامة داخل المعمل. طبعا داخل المعمل لازم ناخد بالنا من كل كبيرة وصغيرة. في قاعدة بتقول إن وراء كل خطر خطأ، مفيش أي خطر في المعمل إلا من وجود خطأ. زي إيه الأخطاء اللي ممكن نرتكبها؟ يا إما اللبس مش كويس، يا إما تخزين المادة الكيميائية، يا إما التعامل مع المادة الكيميائية بيكون بطريقة مش صحيحة. هنتكلم في المحاضرة بتاعتنا عن 4 محاور. الأول تقسيم المواد الكيميائية، وهنقسم المواد الكيميائية ل8 أقسام، وهنتكلم عن كل قسم بشكل سريع. المحاضرة دي بتعتبر هي أكبر السكاشن اللي موجودة عندنا في المنهج. محاور المحاضرة عندنا هي 4، هنقسم المواد الكيميائية والتقسيم بيكون حسب الخطورة. وعندنا تقسيم المواد الكيميائية بتقسم ل8 أنواع من المواد الكيميائية، وهنتكلم عن كل نوع دلوقتي. هنتكلم بعد كده عن التعامل الصحيح مع المواد دي، بعد كده تخزين الصحيح للكيماويات، وبعد كده التعامل مع اسطوانات الغاز او اسطوانات البوتاجاز. هنتكلم عن تقسيم المواد الكيميائية. المواد الكيميائية بتتقسم ل8 مواد: مواد سامة، مواد آكلة، مواد مسرطنة، مواد ملتهبة، مواد مؤكسدة، مواد مشتعلة، مواد مشعة، مواد متفجرة. خلي بالك ان في هنا عندنا حاجتين شبه بعض وهنخلي بالنا منهم، وهنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل. المواد الملتهبة والمواد المشتعلة. هنبدأ الأول المواد السامة. هنبدأ بالترتيب. عندنا المواد السامة، الأمثال اللي قدامنا دي كلها تعتبر مواد سامة. شكل 1 و3 بيوتاضيين، الهيدرازين، الاسيتون، الاسيتالدهايد، البنزين، الايثانول، الديوكسين، الاورجانيك سولفنتس، الفورمالدهايد. حد هيجي يقول لي البنزين ده يعتبر ماده سامه؟ ايوه البنزين ماده سامه، لكن البنزين اللي عندنا في البيت ده ما اسموش بنزين، ده اسمه الجازولين. لكن البنزين كبنزين اللي هو C6H6 ده بيكون ماده سامه. طب الايثانول والميثانول، ايوه دي مواد سامه، ولكن لما بتشربها المواد دي بتكون عند درجه تركيز فوق 90%، لو شربت منها كميات بتموت. تمام. والفورمالدهايد نفس الكلام، فدي تعتبر مواد سامة. الرموز مش عليكم، ولكن لو عايزين تعرفوا الرموز اوكي ممكن نوضحها لكم بعد كده، لكن الرموز مش عليكم. الهيدرازين اللي هو ال NH2، تمام، ده رمزه. الاسيتالدهايد، البنزين، الكلام ده كله احنا واخدين معظمه في الثانويه العامه، ولكن مش عليكم الرموز بتاعتهم. نتعامل مع المواد السامه ازاي في المعمل؟ اولا قبل ما نستخدم الماده السامه اللي قدامنا لازم نشوف الدليل بتاعها اللي هو مكتوب على البوتلز، الازازه اللي موجوده قدامك وموجود بيها كتالوج، ان انت لو حصل تسمم بالماده دي لا قدر الله ترجع للماده المضاده بتاعتها ايه. فلازم تبص للدليل قبل ما تستخدم اي ماده سامه موجوده عندك. التعامل بكميات قليله مع المواد السامه، لازم نتعامل بكميات بسيطه جدا مع المواد السامه. بعد كده الملابس، اهم حاجه تتخلص من الملابس على طول، وما يعني مثلا ما تستناش لابس الملابس لحد ما تاكل بيها وتشرب بيها وكده، لا الملابس جاست ان انت خلصت اتخلص منها فورا. بعد كده المكان يكون جيد للتهويه عشان ما يتمش استنشاق اي مواد سامه موجوده عندك. لازم تبص على التحذيرات، يبقى الدليل اللي موجود عندك لازم تبص عليه، يقول لك مثلا الماده دي سامه ما ينفعش تستنشقها، ما ينفعش مثلا تلمس الجلد، يبقى لازم تبص على التحذيرات على كل عبوه موجوده عندك. يبقى احنا كده اتكلمنا عن المواد السامه، خدنا امثله وازاي نتعامل معاها. عندنا بعد كده المواد الاكله. المواد الاكله دي بتسبب جروح او حروق عند ملامستها للجلد او العين، وساعات ممكن تأذي الجهاز التنفسي عند استنشاقها. شكل ايه؟ عندنا منها مواد سائلة ومواد صلبة ومواد غازية. طبعا بما ان ممكن استنشاقها وتعرضها للجلد هو اللي بيسبب حروق، فيبقى المواد الغازية هي اكتر مواد عندي بتكون ضارة للجسم. المواد الصلبة شكل الاحماض، حمض الكلور وحمض الكبريتيك. حد يقول لي ايه حمض الكلور؟ حمض الكلور ده هو ال HCl، تمام، وكلنا عارفين الاحماض طبعا من اكتر المواد الخطر في المعمل، واكثرهم على الاطلاق هو حمض الكبريتيك وحمض الكلور اللي هو الاتش سي ال اللي هو حمض الهيدروكلوريك. عندنا بعد كده المواد الصلبه، ودي بتكون جزئين، يا اما قلويات شكل هيدروكسيد الصوديوم وكربونات الصوديوم. هيدروكسيد الصوديوم اللي هو ال NaOH، كربونات الصوديوم اللي هي ال Na2CO3. الناس اللي عدت على الثانويه عامه عارفه الكلام ده كله، واللي مش عارف يسال. وهنتكلم في الاخر خالص برضو عن الاسئله ممكن تيجي ازاي في الاجزاء دي. عندنا بعد كده المواد الصلبه بتتقسم لقلويات ومعادن. القلويات شكل صوديوم هيدروكسيد وكربونات الصوديوم، والمعادن واملاح شكل الصوديوم والانتيمون والزرنيخ، تمام. عندنا المواد الغازيه شكل اكاسيد الكبريت وغاز الكلور والبروم. غاز الكلور اللي هو السي ال، ما تخلطش بين غاز الكلور وحمض الكلور. حمض الكلور اللي هو الاتش سي ال، لكن غاز الكلور اللي هو السي ال 2، وغاز البروم اللي هو البي ار 2. اكاسيد النيتروجين اللي هو الان او والان او 2. قلنا ان المواد الغازيه بتكون اشد ضررا من المواد السائله او الصلبه، علل لانها تسبب اختناقا والتهابا للجهاز التنفسي وبتؤدي تشنجات قد تؤدي الى الموت. يبقى دي سهله انها تنفذ للجسم، تمام. يبقى المواد الغازيه لها نفاذيه عاليه عن المواد الصلبه والمواد السائله. اما اجيب لك علل واقول لك انه المواد من دي، اما اجيب لك اختياري مثلا انهي مواد من دي الغازيه او الصلبه او السائله، تقول الغازيه لانها
بتسبب التهاب واختناق، وبتكون نفاذة للجهاز التنفسي وللجلد، فممكن تؤدي إلى تشنجات، وممكن توصل للجسم بسهولة عن المواد السائلة والمواد الصلبة. يبقى كده اتكلمنا عن المواد السامة والمواد الآكلة. عندي بعد كده المواد المؤكسدة. مادة مؤكسدة يعني إيه؟ المواد المؤكسدة بتؤدي إلى حريق عند اتحادها مع المواد الملتهبة. المواد الملتهبة أو بشكل عام ممكن نقول المواد العضوية، لأن المواد العضوية كلها قابلة للاشتعال. يبقى بتؤدي إلى حريق لما تتحد مع المواد العضوية حتى في عدم وجود أكسجين، لأنها بتوفر الأكسجين اللازم لعملية الاشتعال. شكل حمض الكبريتيك، حمض البير كلوريك، حمض النيتريك، تحفظ بكميات قليلة جدا في المعمل لأنها مواد مؤكسدة قوية. المواد المؤكسدة العضوية هي أخطر المواد اللي موجودة على الإطلاق. اما يقول لعلل تقول لانها تعتبر الراس الثالثه لمثلث الحريق. يعني ايه مثلث الحريق؟ مثلث الحريق ده اللي هو ثلاث حاجات لازم يكونوا متوفرين علشان اي نار او اي حريق يتم: الوقود اللي النار هتولع فيه، الاكسجين يساعد على الاشتعال ولا يشتعل، وبعد كده الحراره. يبقى عندنا ثلاث حاجات. هو للعلم بالشيء، بس هو دلوقتي كان قديما بيسموه مثلث الحريق، دلوقتي بقى اسمه هرم الحريق. ضافوا ليه اللي هو سلسلة التفاعل الكيميائي. لو انا عملت ستوب لسلسلة التفاعل الكيميائي، في بعض الطفايات دلوقتي بتعمل ايقاف لسلسلة التفاعل الكيميائي او لعملية الاحتراق نفسها، حتى في وجود اكسجين ووجود حرارة ووجود وقود بتعمل على ايقاف التفاعل الاكسدة ده، وبيقف عندي عملية الاحتراق. يبقى عندي هنا المفروض هم مش ثلاث حاجات، المفروض هم اربعة: حرارة ووقود واكسجين، والتفاعل يتم. لو التفاعل وقف في وجود الثلاثة دول برضه مش هيتم. فيبقى عندي المواد العضوية، المواد المؤكسدة العضوية بتوفر عندي الاكسجين، حتى في عدم وجود اكسجين هي بتوفر الاكسجين، وتعتبر هي مواد عضويه، فيعتبر هي وقود واكسجين، فيبقى عايزه حراره بس. تمام كده. يبقى عندي هي بتكمل الراس الثالثه لمثلث الحريق. يبقى عندي ماده عضويه هي دي الوقود اصلا، وبعد كده اكسجين، وبعد كده حراره. يبقى عندي تم المثلث اللي موجود عندي علشان يتم الحريق. بعد كده عندنا المواد المسرطنه. شكل اعرف شويه من الاورجانيك المواد العضويه، وشويه من الان اورجانيك اللي هو المواد الغير عضويه. عندنا مواد عضويه شكل الفورمالدهايد، الاسيتالدهايد، الواحد واربعة دايوكسان. الواحد واربعة دايوكسان لو تفتكر خدناه في المواد السامه، يعتبر مواد سامه والمواد مسرطنه. الايسايل كربوميت، عندي الاستايرين، عندي السايوريا، عندي السايو اسيتامايد، عندي الاثنين نيترو بروبان. تمام. عندي مواد غير عضويه شكل الارسينيك، عندي كومبوس دي اللي هي اختصار لكومباوندز يعني مركباته، شكل مثلا اكسيد الزرنيخ، شكل كبريت الزرنيخ اللي هي الزرنيخ ومركباته اللي هو الارسينيك. عندي الكروميوم ومركباته، الثوريوم دايوكسيد اللي هو TH2 ومركباته. تمام. عند البريليوم ومركباته، الكادميوم هو هكذا، الليد، الكادميوم طبعا عارفين الكادميوم، عارفين الليد، عارفين النيكل، عارفين السيلينيوم، عارفين كل المركبات دي مركبات موجوده في الجدول الدوري، مركبات غير عضويه، دي كلها تعتبر مواد مسرطنه. المواد المسرطنه دي بتاثر على ايه؟ بتاثر على الرئه، على الكبد، على الجلد. بص، هي بتاثر على كل اجزاء الجسم من الاخر يعني. الوقايه منها عدم تنفسها او لمسها، ابعد عن المواد المسرطنه. عندنا بعد كده المواد الملتهبه. ركز لان اللي جاي مهم، في مواد ملتهبه وفي مواد قابله للاشتعال. المواد الملتهبه اللي موجوده عندي بترافق تفاعلاتها انفجارات كيميائيه وقد تكون مدمره للمنشات احيانا. يبقى المواد الملتهبه هي مواد بتكون قابله للاشتعال، بس الاشتعال بتاعها بيكون بانفجار. ساعات بتلاقي بعض مركبات البترول او بعض الحاويات اللي بتنقل مركبات البترول، شكل الجازولين او غاز الانبوبه اللي هو ال بي جي بيسموه ليكويفايد بتروليوم جاز او غيره، بتكون مكتوب عليها مواد ملتهبه. المواد دي لو انفجرت بتكون مدمره. تمام. مش بس بتشتعل بشكل عادي شكل اي شكل الاخشاب مثلا كمواد عضويه، لا، دي بتكون تفاعلاتها مصحوبه بانفجارات ايثر والاسيتون والكحولات، دي كلها مواد عضويه بتكون مذيبات. عندنا بعض الغازات شكل اول اكسيد الكربون وكبريتيد الهيدروجين والميثان. لو عاوزين المركبات دي كلها هنزلها لكم بعد كده، اللي هو المركبات دي، ولكن مش عليكم. لو اول اكسيد الكربون اللي هو السي او، كبريتيد الهيدروجين H2S، الميثان CH4، البروبان C3H8. عندنا بعد كده المواد السائله شكل التولوين والاقمشه العضويه. بعض المواد الصلبه شكل املاح المواد الكيميائيه العطريه مثل كلوريد البنزين. يبقى بص كده في الكلمه، املاح المواد الكيميائيه العطريه، المواد الكيميائيه العطريه اللي هو اللي هي بيسموها الاروماتيك، الاروماتيه اللي هي العطريه شكل البنزين، ملح البنزين اللي هو تشيل اتش من البنزين وتحط كلور. تمام. يبقى كلوريد البنزين، يبقى عندي كلوريد البنزين، يبقى ده املاح المواد الكيميائيه العطريه. تمام كده. يبقى دي مواد ملتهبه، الوقايه من مخاطر المواد الكيميائيه. يبقى اولا كل مصادر الاشتعال اللي ليها لهب، خلي بالك ان في مصادر الاشتعال، في نوعين من مصادر الاشتعال، في مصادر اشتعال ليها لهب شكل اللي موجود عندنا في البيوت دي كلها، وفي مصادر اشتعال ملهاش لهب شكل مثلا نظام الكاتل او نظام التسخين بالهوت بليت او الحاجات اللي ملهاش لهب.
يعني انت مثلا بيبقى عندك بويلر او كاتل بالكهرباء، ده ما بيبقاش ليه لهب، بيكون بيسخن الحاجه من غير لهب، تمام؟ لكن اللي لها لهب ما ينفعش نسخن عليها مواد كيميائيه ملتهبه. عدم نقل المواد الكيميائيه الملتهبه مع مواد متفجره او مواد سامه او مؤكسده، لانها بتكون لو مع مواد متفجره هتكون كارثيه، او مواد مؤكسده يبقى هوفر لها الاكسجين ومعايا المواد الملتهبه فهتكون برضه بالنسبه لي كارثيه. يبقى عدم نقلها مع اي مواد متفجره او مواد مؤكسده. ما نخزنش المواد الملتهبه مع الاحماض، لان الاحماض برضه مواد مؤكسده قويه. ما نسخنهاش على اللهب المباشر زي ما قلنا، يعني نسخنها في حمام مائي بيكون على الهوت بليت او نظام التسخين الكهربي، تمام؟ وما يفضلش التسخين الكهربي كمان، بتسخن في حمام مائي اللي هو زي حوض ميه، بتسخن تحت حوض الميه وبعد كده بتحطها جوه الميه اللي موجوده عندك. فتسخين المواد الملتهبه شكل اللي قلنا عليهم الكحولات، الايثر، الاسيتونز، المواد دي كلها دي مواد ملتهبه، تمام؟ دي ما بتسخنش على اللهب المباشر، لان هو البخار بتاعها طلع عندك هيوصل للهب فهيولع معاك، فهتبقى كارثه بالنسبه لك في المعمل، هينفجر على طول في ايدك الانبوبه اللي انت بتسخن فيها او الدورك اللي انت شغال فيه. بعد كده المواد المشتعله، يبقى احنا اتكلمنا عن المواد الملتهبه. عندي المواد المشتعله، المواد المشتعله دي مواد بتشتعل في درجه الحراره العاديه، درجه حراره الغرفه، تمام؟ يبقى عندي وقود حراره اكسجين اشتعلت الماده عندي. يبقى دي بتختلف عن المواد الملتهبه في ايه؟ ان معظم المواد العضويه اللي موجوده عندي مواد مشتعله، ولكن بعض منها مواد ملتهبه. يبقى عندي الخشب دي ماده مشتعله، البلاستيك دي ماده عضويه برضه مواد مشتعله. وللعلم البلاستيك ده بيكون من منتجات البترول، بتكون اصله ماده عضويه. يبقى كل المواد اللي موجوده عندي في البيت دي كلها مواد قابله للاشتعال. الهدوم اللي انت بتلبسها الياف دي مواد عضويه، دي قابله للاشتعال، تمام؟ لكن مش كل المواد الموجوده عندي ملتهبه. المواد الملتهبه انهي؟ اللي بتكون الاشتعال بتاعها مصحوب بانفجار، هي دي المواد الملتهبه، تمام كده؟ يبقى انا كده فرقت ما بين المواد المشتعله والمواد الملتهبه. يبقى عندي المواد الملتهبه هو جزء من المواد المشتعله، تمام كده؟ تمام. وكلهم لازم يتوفر لهم مثلث الحريق اللي هو الوقود والحراره والاكسجين، وهم يعتبر هم الوقود، تمام؟ هو ده الوقود اللي هي الماده العضويه، يبقى عايزين حراره واكسجين عشان يشتعلوا، تمام؟ المواد شديده الاشتعال كبريتيد الكربون، الكحول، البنزين، الايثر. خلي بالك ان البنزين والايثر مواد مشتعله ومواد ملتهبه، تمام كده؟ زي ما قلنا ان كل المواد الملتهبه مواد مشتعله، وليس كل المواد المشتعله مواد ملتهبه، تمام؟ وصلت كده؟ ما ينفعش برضه نسخنها في اناء مفتوح او على اللهب المباشر، تمام كده؟ الجو يكون عندي جيد التهويه عشان البخار بتاعها ما يتجمعش عندي ويوصل للهب ويلهم في الانبوبه اللي موجوده عندي، يبقى لازم تهويه كويسه عشان تمشي البخار ده بعيد عني، ما يمسكش في اللهب، تمام؟ ويوصل لي يلهم في الانبوبه اللي موجوده عندي، لا، يبقى مكان جيد التهويه والاناء اللي موجود عندي يكون بعيد عن اللهب. طريقه حفظ المواد توضع هذه المواد في رمل مندى بالماء وطبقه سميكه من كربونات الصوديوم، كربونات الصوديوم اللي هي ال Na2CO3، وتوضع زجاجات القائمه على الوساده متباعده قليلا، بنرصها بتكون بعيد عن بعضها، تمام؟ وبنحط تحت الزجاجات دي طبقه من الرمل بيكون عليها طبقه من كربونات الصوديوم. عندي بعد كده المواد المتفجره. المواد المتفجره دي باينه من اسمها بتسبب انفجار عند تعرضها لصدمه او سقوطها او تعرضها للهب. هنشوف من امثله المواد دي وركز معايا برضو في اللي جاي. يبقى المواد دي بتسبب انفجار عند تعرضها لصدمه او سقوطها، تمام؟ سقوطها عند تعرضها لصدمه برضو او تعرضها للهب او تسخينها او حتى تعرضها لشرز كهربي. وهنشوف دلوقتي في الكلام ده ماشي ازاي. عندنا فوق اكاسيد الايثرات، عندنا اي ايثر، اي ايثر، ركز في الكلام، الايثر اللي هو رمزه الار او ار، تمام؟ اللي هو الكايل، مجموعه اكسجين الكايل، ده رمز الايثر. الايثر ده لما بيتعرض للهواء اللي هو الاو 2 اللي هو الاكسجين، اكسجين الهواء الجوي، في وجود الاتش في نيو اللي هو الضوء، بيتحول لفوق اكسيد الايثرات، والتفاعل ده بيكون بانفجار. يبقى تاني الايثر اللي هو الار او ار بيتحول عندي للار او او ار اللي هو فوق اكسيد الايثر، والتفاعل ده بيكون مصحوب بانفجار عندي. يبقى فوق الاكاسيد دي ما ينفعش تتعرض للضوء اللي موجود عندي. يبقى الايثر وجودها في الهواء مع الضوء بيتحول لفوق اكسيد الايثرات اللي هو الار او او ار، والتفاعل ده بيكون مصحوب بانفجار. عندي بعد كده حمض البير كلوريك اللي هو ال HOCl. الحمض ده مع المركبات العضويه بيكون بيأكسد المركبات العضويه بسهوله، وبعد كده الاكسده دي بتكون مصحوبه بانفجار، لانه اكسده وماده عضويه موجوده عندي ممكن تعمل تفجير للماده العضويه اللي موجوده عندي.
خلي بالك اخطر احماض موجوده بتكون للانابل بشكل عام لو حمض النيتريك وحمض البير كلوريك شكل ما هنشوف دلوقتي. عندنا في حاله نزول حمض على الارض، لو عندي حمض موجود على الارض اتكب مني بالغصب، تمام؟ طبعا الاحماض زي ما قلنا من اخطر المواد اللي موجوده عندي، المفروض بكب عليها حاجه تعادلها شكل كربونات الصوديوم، تمام؟ ال Na2CO3 طبعا ده ملح، ملح كربونات الصوديوم، لكن الملح اللي موجود عندي ده بيكون ملح قاعدي لان في مجموعتين ال Na تمام والCO3، مش هنتكلم دلوقتي عن الحماضيه والقاعده بتاعت الايه؟ بتاعت الاملاح. يبقى بنضيف عليه ملح ال Na2CO3 وبعد كده بنغسله بالميه. عندنا مركبات النيترو، مركبات النيترو اللي هي ايه؟ اي حاجه ماسك فيها ال NO2، مركبات اروماتيه ومركبات غير اروماتيه. مركبات الاروماتيه شكل ثنائي نيترو بنزيم وثلاثي نيترو فينول وثلاثي نيترو تولوين. الثلاثي نيترو تولوين لو تفتكر اللي هو التراي نيترو تولوين اللي هو TNT، ودي ماده قابله للانفجار لما بتعرضها لشارج كهربي او لسبارك اللي هو قوس كهربي على TNT بيتحول لانفجار على طول. عندي مركبات غير اروماتيه شكل النيترو جليسريل والنيترو جلايكول والنيترو سيلولوز. خلي بالك ان الثلاث مركبات دول بيستخدموا بالاساس في صناعه الانابل، دي كلها مواد قابله للانفجار، تمام؟ النيترو جليسريل ده تكون ناتجه من الجليسريل مع ال HNO3 اللي هو حمض النيتريك، عشان كده بنقول ان الاحماض ما ينفعش نستخدمها بشكل عشوائي في المعمل. يبقى النيترو جليسرين ده مواد قابله للانفجار، تمام؟ ولو عندي الايثيلين جلايكول او الجلايكول بشكل عام وده بيكون متوفر كتير جدا، لما بحط عليه برضه حمض النيتريك بيتحول للنيترو جلايكول، تمام؟ ودي بيكون مواد خطره جدا. عندنا المواد الغير عضويه شكل نترات الامونيوم. نترات الامونيوم ده ليه قصه وحكايه. نترات الامونيوم ده هو اللي انفجر في ميناء لبنان لو تفتكروا، تمام؟ هو ده نترات الامونيوم اللي هو ال NH4NO3. نترات الامونيوم وقود للصواريخ وبيستخدم في صناعه الانابل، وده اللي حصل في ميناء بيروت ان هو كان متخزن، تمام؟ وكان في حد بيلحم، حصل ان في سبارك كهرباء، شرز كهربي طلع من اللحام وصل لنترات الامونيوم اللي متخزنه في شكايره اللي موجوده. نترات الامونيوم برضو بيستخدم كسماد للنباتات، تمام كده؟ نترات الامونيوم بيستخدم كسماد للنباتات، بيستخدم كوقود للصواريخ، ايوه هو بيستخدم في الاثنين عادي، تمام؟ وبيستخدم في صناعه الانابل، تمام؟ من اقوى وقود الصواريخ الدافعه اللي هو القوة الدافعة في الصاروخ هو نترات الأمونيوم، ودي لما بتتعرض لشرز كهربي بتتفجر شكل اللي حصل في لبنان، فالمفروض الحاجات دي بلا معدلات أمان عالية، لذلك يتجنب تخزين مركبات النيترو بعيدًا عن اللهب أو تفادي تعرضها للشمس أو ركز بقى الإشارات الكهربية. أي إشارات كهربية مع مركبات النيترو ما تتفهمش، تنفجر من غير أي مقدمات. المواد المشعة، المواد المشعة دي باينة من اسمها بتصدر إشعاعات ألفا وبيتا وجاما ونيترونات. طبعا المواد دي بتسبب سرطانات، ومن امثلتها اليود والفوسفور واليورانيوم وغيرها. في مركبات كتير شكل معظم عناصر الفئه اف بتكون عناصر مشعه بالاضافه لليود والفوسفور. طبعا بيكون لها مواد مخصصه، بيكون لها بدله مخصصه للتعامل معاها، بدله الرصاص طبعا علشان المواد المشعه، ولازم التعامل معاها يكون بحرص لان المواد دي بتكون خطره والمعامل بتاعتها بتكون مجهزه على مستوى اعلى من اللي موجود عندنا طبعا بكتير. اثناء تواجدك في المعمل لازم، احنا كده خلصنا البند الاول، تمام؟ كده خلصنا البند الاول اللي هو انواع التفاعلات الكيميائيه، وده البند الكبير اللي موجود عندنا، انواع المواد الكيميائيه اللي موجوده عندنا 8 انواع، واتكلمنا عن كل نوع واتكلمنا عن امثله ليها. ممكن يقول لك اي من المواد الاتيه تعتبر مواد قابله للانفجار؟ المواد المشعه بتصدر ايه؟ الفا وبيتا وجاما ولا مثلا البنزين ولا الايه؟ هيكون الموضوع مش صعب يعني ان شاء الله، تمام؟ كل المواد الملتهبه مشتعله وليس كل المواد المشتعله ملتهبه، عارفين الكلام ده. هنتكلم بعد كده عن تواجدك في المعمل. يبقى لازم تكون لابس لبس يليق بالمعمل. شكل ايه؟ البلطو، الشوز بتاعتك ما تبقاش مفتوحه عشان لو اي حاجه اتكبت عليك، وما تبقاش من الالياف برضو يفضل علشان الاحماض برضو بتاكل في الالياف، تمام؟ يبقى عندنا اول حاجه النظارات الواقيه، عندنا البلطو لازم قبل ما تدخل المعمل لازم يكون ببلطو، عندك القفازات لو هتتعامل مع مواد مؤكسده او مواد اكله للجلد، عندك الجلاشر اسيتيك اسيد اللي هو حمض الخليك منزوع الميه، حمض الخليك منزوع الميه ده لما بيتعرض لجسمك بيشوه الجسم حرفيا، تمام؟ يبقى المواد دي كلها لازم نتعامل معاها بالقفازات. عندي بعد كده الحذاء، لازم الحذاء يكون مغطي رجلك تماما.
عدم توجيه انبوبه الاختبار اثناء التسخين ناحيه وجهك ولا ناحيه زملائك وانت شغال، يعني تكون في مكان امن، يعني توجهها بعيد عنك. اللهب العاري لازم تكون بعيد عنه، سواء شعرك طويل، ايدك ما تتعرضلوش، الهدوم بتاعتك برضه ما تبقاش هدوم فضفاضه ان انت داخل المعمل علشان برضه ما يحصلش اي تعرض للهب. بعد كده الزجاجيات المستعصيه، اي ازازه عندك موجوده مقفوله جامد ما تتغباش عليها، تمام، علشان لو اتكسرت في ايدك هتبهدلك. فيبقى انت تستخدم مواد مشحمه ليها، تمام، او تبدا تسخنها على اللهب لو مش قابله للانفجار ولا مواد ملتهبه علشان تفك معاك بالراحه، لكن ما تتغباش على الازازه اللي في ايدك. بكل بساطه كده، تمام كده. ازاي نتعامل مع الكيماويات داخل المعمل؟ يبقى اول حاجه لازم تكون هادي في المعمل، ما تبقاش متسرع، تمام، عشان تاخدش ماده غلط، ما تكبش حاجه وانت ماشي، فلازم تكون هادي ومركز في اللي انت بتعمله، تمام. لازم تتاكد من اسم الماده اللي بتتعامل معاها عشان ما تاخديش مثلا تروح تاخد لي ملح، تاخد لي حاجه تانية تكون قابله للانفجار مع الحمض اللي انت هتاخده، او تاخد ماده عضويه تتاكسد مع الحمض اللي موجود معاك تزهدلك الدنيا. فلازم تتاكد انت بتشتغل بايه. عندي بعد كده عمليه سحب السوائل، وركز في اللي جاي. سحب السوائل لازم يكون باستخدام المصه، حاجه اسمها البيبت اللي موجوده قدامك دي البيبت دي لازم تستخدمها لسحب السوائل. السوائل عندنا نوعين، يا اما سائل مواد عضويه يا اما مواد حمضيه ومواد مؤكسده اللي هي المواد الاكله للجسم. المواد الاكله للجسم ما ينفعش تيجي تاخدها وتعمل شكل اللي بيشيش تشبط لي بيها، لا، لازم تاخدها بطريقه معينه، يا اما بتحط حاجه بيسموها البيبيت بامب اللي هو حاجه بتعمل شفط للحاجه اللي موجوده عندك جوه المصه اللي موجوده عندك دي، تمام، يا اما انت بتسحبها ببقك، وسحابينها ببقك ممنوعه للاحماض، لان انت لو ممكن حاجه دخلت في بقك تبقى عليه العوض، يبقى ايه، رحت في داهيه، تمام. يبقى لازم تستخدم عملية سحب السوائل بطريقة آمنة عند استخدام المصة. أنت هتحط مثلا كام نقطة من الـ HCl أو من حمض الكبريتيك أو H2SO4، يبقى لازم تحط البيبت عندك جوه البوتل بتاعة الحمض اللي موجود وتبدأ تضغط عليها من فوق بصبعك. هتطلع البيبت من الإزازة اللي موجودة عندك، هيبقى عندك مليانة بالحمض أو الحاجة اللي أنت عاوزها، وتبدأ تضيف برضه بهدوء. ابعد السوائل القابلة للإشتعال عن اللهب العالي. ما تتكلمش مع صاحبك وأنت بتشتغل في التجربة، ده كلام أساسي يعني. ما ينفعش تضيف المواد الساخنة إلى المذيبات في وعاء مغلق. يعني إيه برضو الكلام ده؟ دلوقتي أنا عندي مادة بتغلي، تمام؟ ما ينفعش المادة اللي بتغلي اللي موجودة عندي دي أحطها في دورك وأبدأ أقفل عليه وأسخنها. ليه؟ لأن الضغط هيرتفع معايا، حاجة من الاتنين هتحصل. يا إما الضغط هيرتفع وهتنفجر في وشك، يا إما هتحصل حاجة اسمها الاشتعال الضغطي. يعني عندي مادة عضوية نتيجة الضغط الزايد عليها، عارفين ان الضغط بيتناسب تناسب طردي مع درجة الحرارة، كل ما الضغط بيزيد كل ما درجة الحرارة بتزيد. طب الضغط ارتفع لدرجة مش متحملها، يبقى درجة الحرارة زادت عندي، يبقى حصل اشتعال، يبقى بيسموه الاشتعال الضغطي، الاشتعال عن طريق زيادة الضغط، لأن زيادة الضغط بتزود درجة الحرارة عندي، تمام. يبقى ما ينفعش تحط المواد الساخنة في وعاء مغلق، لازم تكون في وعاء مفتوح، ولازم تكون عندي موجود تهوية جيدة علشان اللهب اللي موجود عندي ما يوصلش للبخار اللي موجود، يعني البخار يطير بعيد عن اللهب. ما ينفعش تاخد لي ماده كيميائيه تقعد تشم فيها في المعمل او تضوئها، تمام، يبقى عدم لمس او تذوق او شم المواد الكيميائيه. في قاعده في الكيمياء عندنا لازم تكون عارفها، تمام. لو عندي حمض وعندي ميه عايز اخفف الاثنين ببعض، تمام، ما ينفعش اضيف الميه فوق الحمض ولكن اضيف الحمض على الميه. يعني بمعنى عندي حمض وعندي ميه عايز اخفف الحمض ده، الحمض ده مثلا تركيزه 2 مولاريتي 2 مولاريه، عاوز اخليه 4، تمام، بحسب الحسابات اللي عندي هعوز قد ايه ميه وابدا اضيف الحمض اللي موجود عندي للميه. حد يقول لي طب ليه هتفرق، يعني انا اضيف الحمض على الميه او الميه على الحمض، ما هو ده هينضاف على ده في الاخر، هتفرق. قلنا ان الحمض ليه شراهه للميه، تمام كده. لما بسيب الحمض عندي واضيف فوق الميه، الحمض هيطلع على الميه، بخار الحمض اللي موجوده اي حاجه بيكون فوقها بخار، تمام. الضغط البخاري اللي موجود عندي ده اللي هو البخار اللي موجود فوق الميه او اللي موجود فوق الحمض، البخار اللي موجود فوق الحمض ده هيطلع للميه، فممكن يسبب عندي انفجار او تلاقي الحاجه اللي موجوده عندك نطت في وشك، تلاقي الحمض نطت في وشك. ليه؟ لانه طلع على الميه، طلع يمسك في الميه. اقول لك شكل ايه بالظبط بس ما تجربهاش في البيت عندك. لما يبقى عندك زيت، تمام، وتيجي تحط عليه ميه، زيت بيغلي وتحط عليه ميه، ايه اللي هيحصل عندك؟ هتلاقي الزيت طالع على الميه عندك، تمام كده. لو عندك زيت بيغلي وحطيت عليه ميه، كبيت عليه ميه، الزيت هيطلع عنده شراهه للميه، هيطلع يمسك في الميه، هيطلع في وشك، تمام، فهيشوهك يعني. فانت ما تضيفش الميه على الحمض ولكن العكس. اي حاجه هتحتاجها في المعمل لازم هتسال عليها المعيد اللي موجود عندك في المعمل.
طبعا اتكلمنا عن الاحماض بما فيه الكفاية، تمام؟ يبقى الاحماض لازم تتحفظ وتتعامل معاها بحذر. عندنا بعد كده المعادن، شكل الصوديوم والبوتاسيوم، واتكلمنا في الثانوية العامة عن الكلام ده بالتفصيل، ان المعادن دي لما بتتعرض لبخار المية بس او للمية، تمام، يعني اقل بخار مية بيخليها تولع. الصوديوم والبوتاسيوم والسيزيوم اللي هي عناصر المجموعة الاولى كلها من الليثيوم وانت ماشي، تمام، العناصر دي بتكون عناصر نشطة جدا، لازم تحفظ في مواد عضوية شكل زيت البترول، تمام كده؟ يبقى بتحفظ بعيدا عن الشمس وبعيدا عن بخار المية، بتحفظ في زيت البترول. يعني لو عندي صوديوم او بوتاسيوم تحفظ في زيت البترول، او احنا استسهالا لو ما عندناش زيت بترول بنحفظها في الكيروسين اللي هو الجاز اللي موجود عندي، او في الزيوت او في مواد عضوية بشكل عام يعني، تمام كده؟ يبقى الصوديوم والبوتاسيوم ما ينفعش يتسابوا، لانهم لو اتسابوا عندهم شراهة انهم يتفاعلوا مع المية، تمام، واي بخار ميه حواليهم هيتفاعلوا معاه هيولعوا على طول من غير اي مقدمات. بعد كده النشادر، النشادر ليه ضغط بخاري عالي، فلازم نحفظه في مكان بارد. ضغط بخاري يبقى هنحفظه في مكان بارد علشان الضغط ما يعلاش عندي، لانه لما درجه حراره هتزيد يبقى هيتبخر منه كميات كبيره، يبقى هيبقى ليه بخار عالي فممكن ينفجر عندي، تمام. يبقى لازم يحفظ في مكان بارد وبعيدا عن المواد الملتهبه، ونحفظه ما نملاش الازازه كلها بالنشادر، النشادر اللي هو ال NH3. خلي بالك ال NH3 ده غاز، تمام، لكن بيسموه الاكواس امونيا او النشادر المزفر الميه اللي هو ال NH4 او H اللي هو هيدروكسيد الامونيا، من اللي هو ال NH3 H2O، تمام كده. يبقى النشادر اللي موجود عندي ده نملى ثلاث ارباع الازازه وتحفظ في مكان بارد وبنحطها في الرمل، تمام كده. يبقى عندي النشادر الضغط البخاري بتاعه عالي، فلازم نملى ثلاث ارباع الازازه بس، علشان لو مليناها كلها اقل كميه بخار منه هيخلي ازازه تفرقع معايا. الجليسرين ما ينفعش يوضع مع الاحماض، لان قلنا ان الجليسرين والحمض هيدينا النيتروجليسرين، هيكون قابل للانفجار. يبقى الاحماض مع الجليسرين ما ينفعش. المواد المشعه طبعا مش عندنا في المعمل، لازم تكون موجوده في اوعيه تمنع وصول الاشعاعات اللي موجوده فيها لنا، شكل اوعيه الرصاص، لانها بتكون لها كثافه عاليه جدا، بتخلي اشعه جاما نفسها ما تنفذش منه. في بعض العلامات اللي بتكون موجوده على كل ازازه، عندنا العلامه الصفراء اللي موجوده قدامنا دي اللي هو فيها الثلاث مثلثات، دي علامه الاشعاع. العلامات المشتعله دي، ده علامات قابله للاشتعال، تمام. علامه الجمجمه بتكون مواد سامه، علامه الاكس دي بتكون مواد خطره، تمام، وهكذا. يبقى عندنا كل حاجه، كل علامه من دي بتكون لها تحذير معين. هتلاقي مكتوب على افويد كونتاكت، يبقى دي تجنب لمس الجلد او العين. فليمابول بتكون مواد قابله للاشتعال، بخار الماده ده بيؤدي للاحتراق، تمام، بتكون قابله للاشتعال، وبتلاقي جنب بتلاقي عليها علامه اللهب كده. اكسبلوزيف بتكون مواد قابله للانفجار، بويزنس بتكون مواد شديده السميه ما ينفعش طبعا تتنفسها ولا تبلعها، تمام. دينجر مواد خطره ممنوع الاقتراب منها او انها تتحد مع مواد تانية. مواد بتكون كارسينوجين، مواد اللي هي مسرطنه، دي لازم برضه ما تتنفسهاش، يكون معاك الكمامه برضه وانت داخل المعمل لتجنب استنشاق المواد دي كلها. كوروسيف بتكون مواد اكله، دي قلنا ساعه ما بتلمس الجلد بتعمل على طول ايه؟ تشقق للجلد، وبتخلي جلدك يجيب دم على طول. بيروكسايد فورمرز، المواد دي اما بتتعرض للهواء في وجود الضوء بتتحول للسوبر اوكسايد، تمام؟ بتؤدي للانفجار. يبقى البيروكسايد بتتحول للسوبر اوكسايد، اللي هو الاكاسيد بتتحول لفوق الاكاسيد، تمام كده؟ لما بتتعرض للهواء وبتسبب انفجار. تتخلص من النفايات في المعمل ازاي؟ احنا خلاص قربنا نخلص، فاضل لنا حاجات بسيطه خالص وهنخلص ان شاء الله. نفايات المعمل، نفايات المعمل المواد القابله للذوبان بس اللي هنتخلص منها عن طريق الصرف، تمام كده؟ يعني عشان ما سدش الصرف، المواد القابله للذوبان في المعمل، ماده مش قابله للذوبان اكيد مش هنحطها في الصرف. المواد القابله للاشتعال لازم نعمل لها تخفيف بدرجه عاليه، تمام، علشان ما يحصلش حريق موجود عندي. الاحماض والقواعد لازم نخففها، درجه حموضتها تكون من 3 ل 11، ولازم معدل الصرف عندي يكون 50 مللي لكل دقيقه. يعني ايه؟ يعني مثلا عندي بوتل او وعاء فيه لتر من المواد اللي موجود عندي، سواء قواعد او مواد قابله للانفجار او مواد قابله للاشتعال او غيره، عايز اكبها في الصرف، ما ينفعش اكبها كلها مره واحده. ليه؟ هو كده لازم 50 سنتي اللي هو ما يعادل مج كده او كوبايه، يعادل 50 سنتي مكعب، تمام كده، اللي هو 50 ملي لتر، ده بيكون في كل دقيقه. ما كبش الحاجه من اللي في ايديا واخلص منها وخلاص وخلصنا كده، لا، لازم معدل التفريغ اللي موجود عندي لازم يكون 50 ملي لتر او 50 سنتيمتر مكعب، هي لكل دقيقه. المواد اللي لها سميه عاليه ما ينفعش تتخلص منها داخل
الصرف شكل الزئبق والنيكل، لان الصرف ده في الغالب بيعاد استخدامه للري النباتات تاني. المواد دي لو دخلت الصرف ما بتعرفش تتخلص منها تاني، شكل الزئبق والنيكل والزرنيخ والكادميوم والفينول والسيناميد والكبريت. تمام كده، ركز بقى في اللي جاي. عندنا بعض المواد ما ينفعش تضيفها بغباء كده، شكل الامونيوم. تمام، الامونيوم ده لو ضفته وحد ضاف تاني يود وتلاقوا مع بعض في اي مكان في شبكة الصرف هيعمل انفجار، وهتلاقي الصراصيف ضارب عندك في اي مكان بقى زي ما اتجمعوا مع بعض. يبقى الامونيوم واليود بيعمل انفجار، السولفايد اي حمض موجود عندي بيدينا غاز الكبريتيد، والغاز ده بيكون غاز سام. خلي بالك ان اللي بيشتغلوا في تسليك المجاري او كلام من ده بيتعرضوا لغاز كبريتيد الهيدروجين، والغاز ده موت ناس كتير برضه. يبقى لازم نخلي بالنا من الحاجات دي، يعني لازم الامونيوم واليود يتم تخفيفهم بدرجه عاليه بحيث ان ما يحصلش عندي انفجار حتى لو التقوا مع بعض. خلاص قربنا نخلص ان شاء الله، فاضل لنا التعامل مع اسطوانات الغاز بس ان شاء الله. ازاي برضه نتخلص من بقايا الكيميائيه؟ اولا وانت في المعمل لو خدت ماده كيميائيه طلعت معاك اكتر من اللي انت محتاجها ما تردهاش تاني، لان النقاء بتاعها اكيد حصل لها كونتامينيشن وانت معاك في الجو، اتلوثت يعني ما بقتش ماده نقيه. تمام كده، يبقى انا خدت شويه ملح او شويه ماده موجوده عندي وفضل مني شويه، لا ما ارجعهاش اكبها. تمام، وقلنا معدل التفريغ بيكون 50 سنتيمتر مكعب لكل دقيقه. الاملاح الغير عضويه اللي هي محاليل الاحماض بتخفف بالميه وتعادل بهيدروكسيد الصوديوم اللي هو ال NaOH. يعني ايه حمض غير عضوي؟ عندنا الاحماض عضويه واحماض غير عضويه. الاحماض الغير عضويه شكل H2SO4 HCl HNO3. تمام، ال H3PO4 كل دي احماض غير عضويه. الاحماض العضويه شكل حمض الخليك، حمض الفورميك. تمام كده، يبقى الاحماض الغير عضويه هنعدلها بهيدروكسيد الصوديوم اللي هو ماده قلويه، وبعد كده هنغسل المكان اللي مكبوب عليه بالميه بعد ما اعمل لها عمليه معادله اللي هو تفاعلات التعادل. يعني عندنا بعد كده المحاليل القلويه والقواعد العضويه. تمام كده، دي بنعدلها بحمض مخفف وبعد كده تخفف بالميه وبرضه بنكبها في حوض الصرف، ولكن نعمل لها معادله الاول، نعمل لها عمليه التعادل وبعد كده نخففها بالميه. عندنا في املاح متعادله شكل ال NaCl، في املاح قاعديه شكل NO2CO3، عندنا املاح حامضيه شكل ال NH2PO4، الكلام ده خدتوه في الثانويه العامه كله. عندنا الاملاح القاعديه دي بنخلطها مع كبريتات الصوديوم وبعد كده بندوب المخلوط بالميه. تمام، اللي هو برضه عملنا لها عمليه معادله، هي املاح قاعديه هندوبها مع كبريتات الصوديوم، هنعمل لها عمليه خلط مع كبريتات الصوديوم وبعد كده نكبها في حوض الصرف. المواد الملتهبه، المواد الملتهبه هنتخلص منها بكميات بسيطه جدا، وبعد كده برضو لازم عمليه الشفط تكون شغاله عندي كويس في المعمل علشان ما يتبقاش عندي اي غازات موجوده. المركبات المؤكسده والمساعده على الاحتراق تختزل بكبريتيد الصوديوم، كبريتيد الصوديوم ال Na2S. تمام كده، الكبريتيد دي قلنا مجموعه ثنائيه، او سايو كبريتات الصوديوم، وبعد كده بنضيف كميات بسيطه من الميه وبعد كده برضو بنكبها في حوض الصرف. خلاص الكلام ده كله ان احنا بنعمل معادله لاي حاجه، لو حمض بنعدله بقاعده، لو قاعده بنعدلها بحمض، لو ملح قاعدي بنعدله بملح حامضي، لو ملح حامضي بنعدله بملح قاعدي، وبعد كده بنخففه بالميه وبعد كده بنحطه في حوض الصرف. المواد الملتهبه نخلص بكميات بسيطه منها ونعمل شفط للغازات علشان ما تتجمعش، علشان ما توصلش لاي لهب عندي وتولع في معمل او غيره. التعامل مع اسطوانات الغاز، ودي اخر حاجه موجوده عندنا في المعمل. عارفين ان اسطوانات الغاز دي بتكون موجوده تحت ضغط عالي، تمام، ممكن بيعدل 50 كيلو باسكال. الاسطوانات دي لازم تعامل بشكل خاص، لان احنا عندنا بنسمو اسطوانات الغاز اللي موجوده عندنا هي انابل موقوته، يعني ممكن تنفجر تحت اي ظرف موجود عندي. لازم تكون بعيده عن اللهب، يكون عليها اللاصقات بتاعتها ان دي اسطوانه فيها غاز كذا. ما ينفعش الاسطوانات اللي موجوده عندي نرميها بشكل عشوائي في المعمل. تمام، شكل معظم المصريين بيتعاملوا مع الاسطوانات بتلاقيها معديه كده واخدها من الدور الثاني ورميها عادي، طبعا ده كلام ما ينفعش. الاسطوانات لازم تكون مربوطه على الجدار او موجوده بحامل. نعمل تشيك على الغاز، طبعا المفروض المسؤول عن المعمل هو بيعمل الكلام ده، بيمنع تسرب الغازات اللي موجوده عندي عن طريق الكشف عن الغاز اللي موجود. بنحط الاسطوانات اللي موجوده عندي بعيدا عن مصدر الحراره، يعني الخرطوم اللي موجود اللي واصل منها ما ينفعش تولع جنبها على طول، يعني انت تاخد خرطوم نص متر وتولع جنبها، لا لازم على الاقل يبقى 2 متر او اكتر. تمام كده، يبقى لازم يكون موجود بعيدا عن مصادر الاشتعال او اللهب اللي موجود عندي علشان ما تسخنش. يبقى لازم الصمامات اللي موجوده عندي تكون موجود فيها منظم الضغوط، ولازم اعمل تشيك على الضغط اللي موجود عندي، ولازم نشوف كل انبوبه هل هي بتسرب ولا لا، والضغط مناسب ولا مش مناسب. المعمل المثالي لازم يكون فيه عده عوامل، اولهم قلنا ان المعمل المثالي، تمام، انذار جماعي موجود
يعني لكل المعامل اللي موجودة عندي انذار جماعي للكلية كلها وللمعمل اللي موجود عندك، كل معمل برضه يكون ليه انذار خصوصي. بعد كده اشارات تحذيرية للمواد الكيميائية اللي موجودة عندي، المواد السامة، المواد القابلة للاشتعال، يبقى موجودين كل المواد موجودة مع بعضها كحزمة واحدة وموجود عليها العلامة بتاعتها. إذا كانت مواد سامة هتلاقي موجود عليها جمجمة وعظمتين كده، المواد القابلة للاشتعال موجود عليها اللهب ومكتوب عليها بالعربي وبالانجليزي ان المادة دي خطرة او موجود عليها كذا. الزجاجيات اللي موجودة عندي لازم تكون موجودة في مكان بعيد انها تتكسر او كده. لازم عندي طفايات الحريق تكون موجودة في المعمل وبالقرب من اللهب اللي موجود عندي او بالقرب من الحاجة اللي مولعها، ولازم تكون متاحة للجميع ومعروف ازاي تستخدمها، وكل اللي في المعمل يتدربوا على انواع الحريق وازاي تطفي الحريق. تمام، المفروض الكلام ده يكون متوفر في المعمل المثالي. كلنا عارفين ان اي انبوبه عندي او اي اسطوانه بوتاجاز بتولع ما ينفعش نستخدم الميه فيها، لازم نعزل عنها الاكسجين. تمام، ففي نوع من البطانيات بتكون مصنوعه من مواد طبيعيه شكل الصوف، بتكون 100% من الصوف، ودي بتكون موجوده في كل مختبر وبارزه ومعروف مكانها. تمام، علشان لو حصل اي تسرب للغاز عندي او حصل اي لهب موجود عندي اشتعلت في انبوبه البوتاجاز لازم البطانيه دي تطفي بيها الغاز اللي موجود عندك. شكل ما كلنا عارفين ازاي بنطفي الانابيب، وفي الغالب دلوقتي المفروض في اسطوانات اصلا، بس بالاضافه بنقول كوسائل حمايه اكتر كمان. المفروض كلها موجوده دلوقتي طفايات الحريق، لكن كوسائل حمايه اعلى. لازم يكون في لوحات استرشاديه موجوده على الطوارئ ومفاتيح الغاز ومفاتيح الكهرباء، وكل كبيره وصغيره في المعمل يكون عليها لوحات استرشاديه، ويكون في خريطه واضحه في المختبر لاي طوارئ، والمعمل لازم يفضل ان هو يكون في الدور الاول علشان يكون سهل الخروج منه لو حصل اي اشارات تحذيريه او اي انذارات موجوده عندي. اخيرا وانت خارج من المعمل لازم تنظف المكان اللي انت فيه كويس جدا. خلاصه الكلام اللي هنقوله يبقى تنظيف المعمل، غسل الزجاجيات المستخدمه في المعمل. تمام، يبقى لازم تنظف المكان، تغسل المكان اللي انت فيه، اي جهاز استخدمته او اي معده اشتغلت بيها لازم تطفيها وترجعها مكانها زي ما كانت، ازاله اي مخلفات بيها مواد كيميائيه ملقاها على الارض. يبقى لازم من الاخر كده خلاصه الكلام كله ان انت تنظف مكانك، تغسل الزجاجيات كويس، تنظف مكان العمل، اي مخلفات تشيلها، الشفاطات اللي موجوده عندك لازم تكون شغاله كويس، والباب اللي موجود عندك او الشبابيك اللي موجود عندك تكون مفتوحه علشان ما يبقاش فيه اي اطفي كل حاجه زي ما قلنا، اللي اطفي الانوار اللي موجوده عندك او مصادر الطاقه. بعد كده ثانكس، واي حد عنده سؤال يتكلم عليه. يبقى محور المحاضره تاني عشان كله يعمل ريفرش للمعلومات. اتكلمنا عن المواد الكيميائيه، قلنا ان هما 8. تمام، قسمنا المواد الكيميائيه الى 8 انواع، المشتعله والملتهبه والقابله للانفجار والمواد المسرطنه والمواد المشعه والقابله للانفجار، واتكلمنا عن كل واحده وامثله عليها. ممكن يقول لك اذكر مثال على كذا، او اي من المواد الثلاثيه قابله للاشتعال او قابله للانفجار او غيره. قلنا مواد النيترو هي اللي قابله للانفجار بشكل عام، ومواد البيروكسايد اللي هو مواد البيروكسايد اللي هي الايثارات وفوق اكاسيد الايثارات. بعد كده اتكلمنا عن التعامل الصحيح مع المواد، ازاي تتعامل مع الماده. تمام، يبقى لازم تقرا الحاجات اللي موجوده عليها بعنايه شديده، لازم تلبس لبس كويس للمعمل، لازم تلبس البلطو، تلبس القفازات، لازم تلبس النظاره اللي موجوده عندك بتاعت المعمل. تمام، ده التعامل معاها، لازم تكون تتعامل بحرص تعرف ايه الماده اللي بتشتغل بيها. بعد كده التخزين الصحيح للكيماويات، ازاي نخزن الكيماويات، لازم نعمل فحص لكل نوع من الكيماويات، المواد المشتعله لوحدها ما تتحفظش مع المواد القابله للانفجار ولا المواد القابله للاشتعال، تتحفظ مع المواد القابله للاكسده او غيره يعني، او المواد المؤكسده. بعد كده اتكلمنا عن التعامل مع اسطوانات الغاز، وقلنا ان دي تعتبر قنابل موقوته ولازم نعمل فحص عليها سريع على الضغوط بتاعتها على البيانات اللي موجوده عليها. وعرفنا مثلث الحريق زي ما قلنا، ودلوقتي هو لو حد سالك قول له هو هرم الحريق مش مثلث الحريق، اللي هو الماده القابله للاشتعال، الطاقه اللي موجوده عندي او الحراره، وعندي الاكسجين، لان قلنا ان الاكسجين ده عامل مهم جدا لازم يكون متوفر. وبعد كده رابعا اللي هي التفاعل الكيميائي، وفي بعض طفايات الحريق بتشتغل على الحاجه الرابعه اللي هي بتعمل ستوب للتفاعل الكيميائي حتى في توافر الثلاث حاجات، في بعضها بتعمل عزل للاكسجين وهكذا. عدم تذوق المواد الكيميائيه هو ده من ضمن التعامل الصحيح معاها. تمام، ولا تلمسها ولا تذوقها ولا الكلام ده كله. ثانك يو، واللي عنده اي سؤال يتفضل.